Okay, let's move to our next learning objective, LOSB, compare substitution and income effect. هنا مطلوب مننا نكون عارفين ازاي نفرق بين substitution effect والincome effect. Substitution effect هو التغيير اللي بيحصل في استهلاك سلعة معينة لما سعر السلعة دي يتغير. بمعنى ان لو عندي سلعة سعرها قل او زاد، هل هبدأ اشتري منها كمية اكبر ولا كمية اقل؟ والسبستيتيوشن افكت لوجيكال قوي. ببساطه اي سلعه ما لو سعرها قل مقارنه ببقيه السلع المشابهه ليها، فالمنطقي ان انا هبدا اتجه ليها واشتري منها كميه اكبر، ولو سعرها زاد هبدا اقلل منها واتجه للبدائل بتاعتها. وده معناه ان السبستيتيوشن افكت على طول بيبقى بوزيتيف، لو سعر السلعه قل بشتري اكتر ولو سعر السلعه زاد بشتري اقل. الانكم افكت هو اللي فيه تريك شويه، بيشرح التاثير اللي بيحصل على استهلاك سلعه معينه بس لما تتغير البرشيزن باور بتاعتي او القوه الشرائيه بتاعتي. والبرشيزن باور بتاعتي بتزيد بحاجه من اتنين، يا اما الانكم بتاعي انا زاد فمعنى كده ان القوه الشرائيه بتاعتي زادت واقدر اشتري كميه اكبر من السلع حتى لو سعرها ثابت زي ما هو، يا اما ان سعر السلع نفسه قل فبالتالي نفس الفلوس اللي كانت معايا دلوقتي بقدر اشتري بيها كميه اكبر. ولو تفتكروا لما اتكلمنا عن الانكم الاستيستي اوف ديماند قلنا ان الانكم الاستيستي ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف، وان هي بتبقى بوزيتيف للنورمال جودز، فيما معناه ان كل ما القوه الشرائيه بتاعتي زادت انا هبدا اشتري من السلعه دي كميه اكبر، وكل ما القوه الشرائيه بتاعتي قلت هبدا اشتري منها كميه اقل. وقلنا ان في نوع من السلع اسمه الانفيرير جودز، وده الانكم افكت بتاعه بيبقى نيجاتيف، بمعنى ان انا كل ما الانكم بتاعي بيزيد او كل ما القوه الشرائيه بتاعتي بتزيد ببدا اشتري من السلعه دي كميه اقل. وكمثال على ذلك نفترض ان عندنا موظف بيروح شغله مثلا كل يوم بمواصلات، فجاله بروموشن فالبادجت اللي كان حاططها للمواصلات دلوقتي زادت، فبدا ان هو بدل ما يروح الشغل بمواصلات يروح الشغل بتاكسي. فالمواصلات بالنسبه للموظف ده دلوقتي بقت inferior goods، لان هو لما الانكم بتاعه زاد بدا يستخدمها استخدام اقل. ناخد مثال الاول على كل افكت فيهم لوحده، وبعد كده نحاول ناخد مثال يجمع التو افكتس مع بعض، لان زي ما انتم شايفين هنا ان لو الانكم اتغير فالافكت اللي هيبقى موجود هيبقى الانكم افكت بس، السبستيتيوشن افكت مش بيتاثر بالانكم بتاعك، انما لو البرايس اتغير ساعتها هيبقى التو افكتس موجودين مع بعض. وبما ان السبستيتيوشن افكت بيبقى على طول بوزيتيف والانكم افكت ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف، فساعتها ممكن يبقى في كونفليكتس بين السبستيتيوشن افكت والانكم افكت، وهنشوف ساعتها انهي افكت اللي هيطغى على التاني. نبدا اول بالمثال بتاع السبستيتيوشن افكت. نفترض ان انا عندي بادجت للفود 2000 دولار في الشهر، بصرفهم كالتالي: فيجيتابل وفروتس 500 دولار، كاربس 500 دولار، والبروتين 1000 دولار. نفترض ان حصل تشينج ان برايس في السعر بتاع الفيجيتابل والفروتس، ونفس الكميه اللي كنت بشتريها ب 500 دولار دلوقتي سعرها 400 دولار، فمعنى كده ان انا دلوقتي عندي من غير ما الانكم بتاعي يزيد بقى عندي اكسترا 100 دولار، يعني عندي 100 دولار زياده للبادجت بتاعت الفود. السبستيتيوشن افكت هنا بيقول لي ايه؟ ان انا السلعه اللي سعرها رخص دي دلوقتي هتبقى مور ديزايربل بالنسبه لي، فبدل ما كنت بروح اجيب فاكهه مثلا اجيب كيلو مثلا من كل نوع، لا هبدا اجيب كميه اكبر، اجيب مثلا 2 كيلو من كل نوع. فالادجست اللي هيحصل هي ان انا هدفع نفس ال 500 دولار بس هجيب كميه اكبر. طبعا المثال ده مبسط للتوضيح، هي مش هيحصل بالظبط ان انا لازم اصرف نفس الفلوس، لا يعني ممكن ازود في استهلاكه مثلا بنسبه معينه واوزع نسب ثانيه على بقيه الانواع او اسيف الفلوس، بس هو انا خليته مبسط كده عشان يوضح السبستيتيوشن افكت. نيجي للانكم افكت وناخده برضه لوحده. نفترض ان الانكم بس اللي زاد والبرايس كان زي ما هو، بدل ما كان معايا 2000 دولار دلوقتي بقى معايا 2200 دولار، يعني الانكم بتاعي زاد 10%. فمعنى كده ان انا دلوقتي عندي 200 دولار زياده اصرفهم على الفود بادجت في حين ان الاسعار زي ما هي، معناها ان انا اقدر اشتري كميه اكبر بنفس البادجت اللي انا حاططها لنفسي. فبرضه للتبسيط هنفترض ان احنا هنزود 10% على كل نوع، فال 500 دولار هيبقوا 550 وال 1000 دولار هتبقى 1100، فهيبقى الاجمالي 2200 اللي هي البادجت بتاعت الفود بتاعتي. فكده عرفنا الفرق بين التو افكتس وكل واحد فيهم ان ايسوليشن، لو السبستيتيوشن افكت حصل لوحده يعني ما خدناش في اعتبارنا الانكم افكت، ولو الانكم افكت حصل لوحده ما خدناش في اعتبارنا السبستيتيوشن افكت، وبرضه ما خدناش في اعتبارنا اذا كانت السلعه دي نورمال ولا انفيريور. خلينا بقى عشان نوضح الاثر اللي بيحصل لما التو افكتس يكونوا مع بعض ناخد مثال موجود فيه كل التغيرات مع بعضها، موجود فيه تغير في السعر وموجود فيه تغير في الانكم وموجود فيه برضه انواع السلع اذا كانت نورمال ولا انفيريور. فخلينا نقول ان نقطه البدايه عندنا هي هي نفس ال 2000 دولار ونفس الثلاث اصناف اللي عندنا، بس هنفترض هنا الفيجيتابل والفروتس دي نورمال جود، والكاربس انفيرير جودز، والبروتين نورمال جود. هنفترض ان احنا بنجيب كوانتيتي 10 من كل نوع منهم، وسعر الفيج والكاربس 50 وسعر البروتين 100، فهيدينا نفس السبندنج بتاعنا 500 و500 و1000. نفترض بقى ان حصل تغير في سعر الفيجيتابل والفروتس اللي هي نورمال جودز، بدل ما كانت ب 50 بقت ب 70،
فنفس الكميه العشرة اللي كنت بجيبهم دلوقتي بقى سعرهم 700. ونفترض ان الكاربس اللي هي انفيريور جود حصل فيها العكس، بدل ما كان سعرها 50 بقى 40، فنفس العشرة دلوقتي بقى سعرهم 400. وانا افترض ان البروتين ما حصلش فيه اي تغيير زي ما هو، سعره 100 وانا بصرف عليه 1000. فدلوقتي نفس الكميه اللي انا كنت بجيبها ب 2000 دولار بقى سعرها 2100 دولار. وهنفترض برضو ان في نفس الوقت الانكم بتاعي زاد من 2000 دولار بقى 2500 دولار. تمام، زي ما اتفقنا وقلنا ان لو الانكم اللي اتغير بيبقى موجود الانكم افكت بس لو البرايس اتغير بيبقى التو افكتس موجودين مع بعض، الانكم افكت والسبستيوشن افكت. وزي ما قلنا السبستيوشن افكت بالنسبه لاي نوع من السلعه سواء كانت نورمال او انفيريور، كل ما سعرها يقل هيخليني عايز اشتري منها اكتر، وكل ما سعرها يزيد هيخليني عايز اشتري منها اقل. الانكم افكت هو اللي بيفرق بين النورمال جود والانفيريور جود، في النورمال جود بيبقى بوزيتيف وفي الانفيريور جودز بيبقى نيجاتيف. خلينا نبدا باول سلعه اللي هو الفيجيتابل والفروتس واللي هي نورمال جود، ودي سعرها زاد من 50 ل 70، فبدل ما كنت بصرف 500 على نفس الكميه دلوقتي هحتاج اصرف 700. فهنا السبستيوشن افكت بيقول لي ان طالما سعرها زاد انا المفروض اشتري منها كميه اقل، بس في نفس الوقت انا الانكم بتاعي زاد يعني البرشيزنج باور بتاعتي زادت، وبما ان الفيجيتابل والفروتس دي نورمال جود معناها ان الانكم افكت دلوقتي بيقول ان انا المفروض هشتري منها اكتر. طيب في حاله بقى لما بيكونوا الاثنين بيحركوني في اتجاهين متضادين، يعني السبستيوشن افكت المفروض على اساسه اشتري اقل والانكم افكت المفروض على اساسه اشتري اكتر، ساعتها بنشوف انهي افكت تاثيره اعلى من الثاني. لو الانكم افكت تاثيره اعلى يبقى هيضغط على السبستيوشن افكت وساعتها هشتري من السلعه دي اكبر، ولو السبستيوشن افكت هو اللي تاثيره اعلى ساعتها هشتري منها اقل. فهنفترض هنا ان الانكم افكت تاثيره اعلى من السبستيوشن افكت، فهشتري من الفيجيتابل فروتس هزود كمان، بدل ما هدفع فيها 700 لا هزود كمان على الكميه دي حتى مع زياده السعر، وهصرف 800 دولار على الفيجيتابل فروتس. تاني عنصر اللي هو الكاربس واللي هو هنا انفيريور جودز، سعره قل من 50 ل 40، فبقى نفس الكميه اللي كنت بجيبها ب 500 دلوقتي بجيبها ب 400. تمام، السبستيوشن افكت على طول بوزيتيف، السعر قل يبقى انا المفروض اشتري منها كميه اكبر. الانكم افكت البرشيزنج باور بتاعتي زادت لان الانكم بتاعي زاد، بس الكاربس هنا انفيريور جودز معناها ان انا كل ما الدخل بتاعي يزيد بشتري من السلعه دي كميه اقل. فبالتالي هنا السبستيوشن افكت على اساسه المفروض اشتري اكتر، والانكم افكت على اساسه المفروض اشتري اقل. هنفترض برضو ان الانكم افكت هو اللي تاثيره كان اقوى من السبستيوشن افكت، وهقل من الكاربس واشتري بدل 400 هشتري بيها 300. اخر عنصر اللي هو البروتين، ده نورمال جود يعني الانكم افكت بتاعه بوزيتيف وسعره ما اتغيرش، يعني مفيش سبستيوشن افكت اصلا، هنا موجود انكم افكت بس. وبما ان البرشيزنج باور بتاعتي زادت ودي نورمال جود معاك ان انا هشتري منها اكتر، وانا افترض ان انا هشتري منها ب 1400 دولار، ويبقى كده قفلت البادجت بتاعتي ال 2500 دولار. فعلشان الخص النقطه دي، السبستيوشن افكت بيحصل لما يحصل تغير في سعر السلعه، لو سعر السلعه دي قل ده بيزود الاستهلاك بتاع السلعه، ولو سعر السلعه دي زاد ده بيقلل الاستهلاك بتاع السلعه. الانكم افكت بيحصل لما البرشيزنج باور بتاعتي تتغير، لو القوه الشرائيه بتاعتي زادت بشتري اكتر من النورمال جودز واشتري اقل من الانفيرير جودز، ولو القوة الشرائية بتاعتي قلت بشتري اكتر من الانفيريور جودز واشتري اقل من النورمال جودز. وبرضه قلنا ان البرشيزنج باور دي بتزيد لو الانكم بتاعي زاد او سعر السلعة قل، وبتقل لو الانكم بتاعي قل او سعر السلعة زاد. دلوقتي نروح للليرن اوبجيكتيف اللي بعد كده، سي distinguish between normal goods and inferior goods. النورمال جودز والانفيريور جودز اعتقد دلوقتي خلاص حفظناهم. النورمال جودز هي السلعة اللي بيكون الانكم افكت بتاعها بوزيتيف، بمعنى ان انا كل ما الانكم بتاعي يزيد ببدا اشتري منها كميات اكتر. والانفيرير جودز السلعة اللي بيكون الانكم افكت بتاعها نيجاتيف، بمعنى ان انا كل ما الانكم بتاعي يزيد ابدا اشتري منها كميات اقل. النقطة المهمة اللي المفروض نكون عارفينها هنا ان النورمال جودز والانفيرير جودز دي مش فيكسد، يعني بتتغير من شخص للتاني ومن بلد للتانية ومن كلتشر للتانية ومن وقت معين للتاني. يعني مثلا في بعض الدول الفقيرة ممكن تكون الحبوب نورمال جودز، في حين ان في دول تانية هنلاقي مثلا ان اللحوم نورمال جودز والحبوب دي تعتبر انفيرير جودز. نفس الكلام بالنسبة للشخص الواحد، السلعة اللي بالنسبة لك النهاردة نورمال جود لو الدخل بتاعك ارتفع قوي ممكن تتحول لانفيرير جودز، ولو الدخل بتاعك نقص ممكن الانفيرير جود تتحول بالنسبة لك للنورمال جود. يعني افترض ان الموظف الغلبان ده ربنا كرمه واترفد من الشغل خالص، وقرر ان هو يعمل شركة خاصة بيه، والشركة دي نجحت وبدل ما كان موظف بقى عنده موظفين، فبعد ما كان مثلا التاكسي بالنسبة له نورمال جودز دلوقتي هيبدأ يشتري عربية، والتاكسي بالنسبة له بعد ما كان نورمال هيبقى انفيريور.
معظم الناس الطيران بالنسبة لها يعتبر نورمال جودز، كل ما مستواك المادي يرتاح بتبدأ تسافر أكتر وتشتري تذاكر طيران أكتر وتلف العالم، لكن الناس الأغنياء قوي عندهم مثلا طائرات خاصة، فبالنسبة لهم الطيران الكوميرشال ده هيبقى ساعتها انفيريور جودز، مع إنه بالنسبة للناس العادية نورمال جودز. فده المقصود بإن النورمال جودز والانفيريور جودز مش بتبقى ثابتة طول الوقت، بتتغير من مكان لمكان ومن شخص لشخص ومن وقت معين لوقت معين. المهم ان انت تكون عارف في الوقت ده بالنسبة للظروف المحيطة بيك، هل السلع دي تعتبر normal goods ولا inferior goods. في نوعين تاني من السلع يعتبروا نظريين بس انت تقدر تريليت ليهم شوية في الواقع العملي، هي الجيفين goods والفيبلين goods. الجيفين goods دي inferior goods عادية، يعني الانكم افكت بتاعها نيجاتيف، بس في نفس الوقت الانكم افكت ده outweighs البوزيتيف substitution effect، زي ما لو تفتكروا في المثال بتاع الكاربس لما قلنا ان الانكم افكت هيتغلب على substitution effect فهشتري منها اقل. فهي هو ده تعريف الجيفين جودز، جيفين جود هي سلعة inferior والانكم افكت بتاعها اعلى من substitution effect، وده معناه ايه؟ ان السلعة دي كل ما سعرها بيقل انا ببدأ اشتري منها كمية اقل. ونفس المثال بتاع الكارب والفيج والبروتين، فتطبيق الجيفين جودز على انها الكارب، كل ما الكاربس دي سعرها اقل فانا بقى معايا purchasing power اكتر، فانا هبدا اقلل من الكاربز وابدا اشتري مثلا لحوم وفراخ بالقوه الشرائيه اللي زادت عندي دي. طبعا زي ما قلت الكونسبت ده يعتبر نظري شويه لان هو ليه ليميت، يعني مش لوجيك ان انا السلعه كل ما سعرها يقل ابدا اشتري منها اقل، لان السلع في الاخر حتى لو كانت جيفن في اي حاجات مطلوبه، لو افترضنا ان العيش مثلا سعره بيقل فالناس برضه هتفضل تشتري عيش حتى لو دخلها كويس، انت في الاخر لازم هتاكل عيش يعني حتى لو كنت مليونير. فهو الى حد ما في اوقات معينه الجيفين جودز موجودة بس مش بنفس الكونسبت النظري هنا ان هي كل ما سعرها يقل انا هفضل اشتري منها اقل، لا في ليميت للموضوع. بالنسبة للفيبلين جودز، الفيبلين جودز دي سلعة برضو نظرية، وهي السلعة اللي كل ما سعرها يعلى الناس تبقى عايزة تشتريها اكتر، وده كونسبت بينطبق على شراء البراندات بصفة عامة، ان الناس بتحب تشتري من براندز معروفة علشان يتقال مثلا ان ده راكب مثلا عربية فراري وده ودي بتشتري شنطها من جوتشي، اللي هي الفكره بتاعت ان البني ادم عامه بيحب يكون مظهره قدام الناس ان هو بيلبس كويس وبيركب عربيه كويسه وبيشتري حاجات كويسه. فكل ما سعر السلعه دي يزيد كل ما ده معناه ان مستوى الشخص ده كويس، فهو بيبدا يتجه ان هو يشتري السلعه دي علشان يبان قدام الناس ان هو بيستهلك سلع غاليه، حتى لو كانت السلعه دي هتبقى بنفس الكواليتي مثلا بتاع سلعه بنص السعر. طبعا برضو الفيبلين جودز دي كونسبت نظري، هو موجود او كل حاجه بس طبقا للكونسبت ده المفروض كل ما السلعه سعرها يزيد الناس هتفضل تشتري منها اكتر، وده طبعا هيبقى اكيد ليه ليميت. المهم في الليرن اوبجكتيف دي ان انت تكون تعرف تفرق بين النورمال جود والانفيريور جود، وتعرف ايه هي الفيبلين جود اللي هي السلعه اللي كل ما سعرها يزيد الناس تبقى حابه تشتريها علشان المظهر الاجتماعي، والجيفين جودز اللي هي السلعه الانفيريور اللي الانكم افكت بتاعها اعلى من السبستيتيوشن افكت، فكل ما سعرها يقل يبدا الاستهلاك عليها يقل. هندخل على learning objective اللي بعد كده LOSD describe the phenomenon of diminishing marginal returns. احنا عندنا في الاقتصاد two factors of production او عنصرين للانتاج، عنصر الليبر اللي هو العمالة وعنصر الكابيتال اللي هو رأس المال. الكابيتال بيدخل تحته بقى المباني والاراضي والالات اللي بشتريها والمواد الخام وكل ده، بس للتبسيط دايما في الاقتصاد بنحط كل العناصر دي تحت عنصر واحد ونسميه الكابيتال او رأس المال اللي انا بستثمره. الظاهره بقى بتاعت الديمينشن مارجنال ريتيرنز دي بتقول ايه؟ ان انا عند كميه ثابته من الكابيتال، عند فيكسد ليفل من الكابيتال، كل ما بزود ليبر كل ما بزود عماله ده بيبدا يزود لي المارجنال اوتبوت. المارجنال اوتبوت اللي هو الاوتبوت الزياده اللي بيحصل في الانتاج من اخر وحده انبوت انا حطيتها. بعد كده بيقول ان الزياده دي بتفضل تحصل لحد بوينت معينه، بيبدا بعديها لما اجي ازود فاكتورز في الانتاج، لما اجي ازود عدد الليبرز يبدا المارجنال اوتبوت ده بتاعي ده يقل لحد كمان ما يوصل لدرجه معينه، وهي نظريه شويه ان انا لو زودت عماله اكتر يبدا المارجنال اوتبوت بتاعي يبقى بالسالب. طيب نقول مثال عشان الصوره توضح شويه. هنفترض ان انا استثمرت مبلغ معين من الكابيتال وما كانش لسه عندي عمال، فالاوتبوت بتاعي زيرو، يعني ما انتجتش حاجه. عينت اول عامل والعامل ده انتج وحدتين، فكده المارجنال اوتبوت بتاعي كان ايه؟ احنا قلنا المارجنال اوتبوت هو الاوتبوت اللي بيزوده اخر عامل انا ضفته. فانا عندي كان العمال صفر، ضفت عامل واحد بقى واحد، الاوتبوت بتاعي كان صفر بقى اتنين، معنى كده ان المارجنال اوتبوت بتاعي وحدتين، او العامل ده زود لي عن الانتاج بتاعي وحدتين.
بعد كده زودت عامل كمان، بقوا 2 عمال، ونتيجة التعاون طبعا مع العمال دي والخبرة بتاعتهم اكيد مش هينتج كل واحد فيهم برضو وحدتين، هينتجوا عدد اكبر. فانا افترض ان الـ2 عمال دول هينتجوا مع بعض 6 وحدات، فيبقى كده المارجنال اوتبوت بتاعي ده ايه؟ انا كان عندي عند عامل واحد وحدتين، لما زودت عامل كمان بقوا 2 عمال بقى عندي 6 وحدات، فستة ناقص 2 يبقى المارجنال اوتبوت بتاعي 4، وده بيتماشى طبعا مع الديمينيشن مارجنال ريتيرن، ان احنا في البداية كل ما بزود عدد عمالة بيزيد الانتاج بتاعي. بعد كده هنزود عامل كمان 3 برضو نتيجة التعاون ما بينهم ومع بعض، وان هما بيبدأوا كل واحد يتخصص في الحاجة اللي بيعرف يعملها احسن، فانا افترض ان الـ3 مع بعض هينتجوا 12 وحدة. برضو 12 ناقص 6 يبقى العامل الاخير ده زودني مارجنال اوتبوت 6 وحدات. والمارجنال اوتبوت لما بيكون في الماكسيمم بتاعه احنا بنقول ان ده الاوبتيمال ليفل، يعني ده الليفل اللي فيه اعلى افشنسي، واللي بعده بعد الاوبتيمال ليفل ده على طول بيحصل الديمينيشن مارجنال ريتيرن اللي هو عند العامل الرابع. لما جه العامل الرابع انتجوا الـ4 عمال مع بعض 16 وحده، يعني المارجنال ريتيرن اللي حصل هنا 16 ناقص 12، يعني العامل الرابع ده ضاف لي 4 وحدات بس، في حين ان العامل اللي قبله كان ضايف 6 وحدات، فيبقى كده المارجنال اوتبوت بتاعي بيقل. نفس الكلام هيفضل يستمر كل ما افضل ازود عمال، زودت العامل الخامس انتجوا مع بعض 18 وحده، المارجنال اوتبوت بتاعي دلوقتي بقى 2، بعد كده زودت العامل السادس ما ضافش اي جديد برضو انتجوا 18 وحده، فبقى المارجنال اوتبوت بتاعي 0. وبعد كده الحاله النظريه بقى اللي بتقول ان انا لما بوصل لحد معين لو زودت عمال بيبدا بقى يزيد الهادر، ويبدا العمال بقى يضيعوا وقت ويتكلموا مع بعض وشايفين ان عددهم كتير وفي ناس ما بتشتغلش، فيبدا عدد الوحدات بتاعي يقل كمان. يعني زودت عامل السابع فبدل ما كان الاوتبوت بتاعي 18 ل 6 عمال، السبع عمال انتجوا 16 وحده بس، يعني المارجنال اوتبوت بتاعي ماينس 2، وده زي ما قلنا ثيوريتيكال. طيب ايه ممكن يكون سبب ان انا في لحظه ما لما بزود عمال المارجنال اوتبوت بتاعي ده بيقل؟ لان انا عندي فيكسد ليفل اوف كابيتال، يعني انا افترض مثلا ان انا استثمرت عدد فلوس ثابته، فلو انا مثلا عندي مصنع وعندي 3 مكانات، فده الليفل بتاعي الفيكسد، فانا عندي 3 عمال انتجت الاوبتيمال بتاعي لان كل عامل فيهم شغال على مكنه. لما جبت العامل الرابع انتجت اكتر لان مثلا بقى عامل يروح بريك وعامل يشتغل مكانه، بس مش بنفس الافشنسي لما يكون كل عامل ليه مكنه لوحده. وطبعا فضل الموضوع يقل كل ما ازود عمال لان انا ما عنديش مكن. فالمفروض لو انا عايز افضل ازود في الانتاج طالما وصلت للاوبتيمال ليفل في الفاكتور بتاع الليبل لازم ساعتها ازود الكابيتال بتاعي، لازم استثمر فلوس اكتر، اجيب مكن اكتر علشان العمال يلاقوا مكن يشتغلوا عليه، فبالتالي الانتاج بتاعي يزيد ويرجع المارجنال اوتبوت بتاعي يبقى ويرجع المارجنال اوتبوت بتاعي يزيد تاني. وده كل المطلوب منك تكون عارفه في البوينت دي، ان انت تكون عارف ان عند الفيكسد ليفل اوف كابيتال زياده الليبر بتزود لي المارجنال اوتبوت لحد نقطه معينه، بعد كده بيبدا يقل.